Hello, Renegade. Okay. So the keys are give them. Oh, okay. Easy now. شروع من كده 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 هوبا. طيب معانا ايه النهارده؟ كنت حاسس ان في برنامج طبخ. anyway ده المايك هنخليه من الحاجات الاخرانيه اللي هنتكلم عنها. ده الباكج جاي لي زي ما هو كده. تعالوا ندسكفر او نفايند اوت ايه اللي في الباكج ده. طبعا احنا عارفين يعني الكلام على اس جي كام, اتس ان اكشن كاميرا. الناس بيسموها يعني خلينا نقول كده بالعربي قاهرة الجو برو. مش عارف من انهي اتجاه, لان الجو برو ستيل روكس, بس ممكن ديو تو السعر الحنين خلينا نقول, او سعرها القليل من جو برو. مش هقول الافيلابيلتي او توافر الاكسسوارز اللي زي كده, لان برضه جو برو فيها اكسسوارز كتير, بس في مصر هنا الحاجة بتاعت جو برو غالية غالية جدا. فالموضوع ما علينا, انا متحمس جدا. البطل بتاع الحلقة بتاعت النهاردة, نبدأ بالاكسسوارز. يلا بينا نشوف اللي جاي معاها. لذيذ الكلام ده. شوك بروف ترافل كيس, دي كيس شنطة كده ضد الصدمات للكاميرا والاكسسوارات بتاعتها. نبدأ بالكيس ده, عشان الكيس ده حاسس ان جواه يعني كيس علي بابا. فنشوف فيه ايه جوه كده. طيب مبدئيا جاي معاها ساندسك مايكرو اس دي اتش سي whatever بلا 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 32 جيجا. طيب نبدأ بالعوامة. دي اخوانا عوامة. بس هي دي عوامة للناس اللي بتعمل مثلا زي سنوركلينج او عايزة تصور تحت المية, فعمل لك فيها معها عوامة كده ان كيس وقعت من ايدك هتفضل ايه فلوتينج كده عايمة على المية, عشان ما تضيعهاش وتقعد تعيط بقى وكده. طيب ايه ده بقى؟ ايه ده؟ طيب اوبيسلي ده مش فاهم. ماشي, ده هيد ماونت و بيتلبس على الدماغ. بس انا شايف حاجات كده بلاستيك وحاجات غريبه. ايه ده؟ في ايه؟ هنقول تشيست ماونت بقى. يبقى واضح ان انت هتطلع دماغك من الاريا دي, من الحته دي كده, وتطلع دراعك من هنا. ف let's get rid of these حاجات. خلاص احنا فهمنا ايه دول, عشان نفضي الاريا كده ونعرف نلعب براحتنا. دي كاميرا بقى, قصدي دي ساعة كده جاية مع السيلفي ستيك ده. السيلفي ستيك ده فقى ماشي. السيلفي ستيك ده بقى فيه ميزة لذيذة جدا. شايفين البتاعة دي؟ دي بقى راس الساعة اللي المفروض بتركب هنا. ميزتها ان هي عارفين يعني تقدر تاتشها وتديتاتشها, تفكها وتعملها كده يعني. مش محتاجين الكلام ده دلوقتي. طيب دي بقى الباور, واي فاي, يعني الكاميرا فيها واي فاي, شوتينج فيديو, تيكينج بيكتشرز برضو. اللي في النص ده ايه ده؟ ماشي. دي بقى مش فاهم بصراحة, بس اي ثينك ان هي يعني انترستنج. يعني انت بتيجي تلبسها كده مثلا, تروح جاي تلبسها هنا كده بقى, بحيث تكونترول سي مثلا الكاميرا فوق دماغك لو عايز تشوت او توقف الكاميرا او تبدا تصوير او. فالفكره ان بدل ما تشيلها من على دماغك, لان مش عارف ممكن زرار الاون واوف الشوتينج الحاجات دي, فدي بتتولى المهمه. مش عارف. اوكي انترستنج. على فكره الموضوع ده يعني غالبا ايوه بتركب كده, بعدين بتيجي لعم الحاج ده اوبا. والكواليتي بالمناسبه لذيذه, وهي براند الكاميرا نفسها اس جي كام. لو عندك ترايبود ولا حاجه تقدر تربطها فيه كده. تمام. طيب
ودي موست بروبلي يعني اوكي مش عارف انا عملت صح. نايس كده بقى اللي هو تيت 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 تيت. وبعدين هي يعني في الاول كده وانت عاملها كده لوس مش ماسكه نفسها، بس لو عايزه بقى تمسك نفسها بتشد لبره وبتلفها سنه كده، فخلاص على حسب الطول اللي انت محتاجه. نشيل بقى الكلام ده. اوكي كان نفسي يجي مع الحاجات دي اللي بتقلب اسمه ايه البابل راب اللي بي تيك 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 بيقعد يفرقع على. طيب شكلها لذيذ بس اي ثينك من عيوبها ان هي ما فيهاش ايد. افتح يا سمسم مش فاهم حاجه بس طيب غالبا ده بتفضيه نفس فكره البازل كده، وبنسكن جواها الحاجات بتاعتها اكسسوارز والكلام ده. نيجي بقى معانا المايك، هو مخصوص للموديلات دي. احنا الموديل اللي معانا النهارده هو ده اس جي 6 اي ثينك اسمه ليجند اكسترنال مايك with clip اللي هو البتاع ده. ده يجوز نفتحه قشطه يعني كده تفتح المايك. يا جماعه بيبقى اصلا اهم حاجه في التصوير، يعني وانت بتصور ده بيكون اهم حاجه في الدنيا عشان الصوت لازم يكون كويس. واضح ان هو الميني يو اس بي صوان توتا تمام، يعني مش هيركب على اي حاجه للاسف، بس نايس يركب على الكاميرا وده المهم. فريجد. نيجي بقى للبطل بتاع النهارده. اوكي نبدا ندسكفر كده الفيتشرز اللي موجوده والاوبشنز والحوارات دي. ده اس جي كام اس جي 6 ليجند. اوكي اكشن كام 2.0 تاتش سكرين، بتتوصل بالواي فاي which is ميزه كويسه. خلينا نشوف الفيتشرز الثانيه اللي فيها. معاك لحد 30 متر ووتر ريزيستنت، قاومه للميه لحد عمق 30 متر للناس اللي بتعمل دايفنج. دي من المميزات اللي فيها اللي مش موجوده في جو برو، ان هي فيها تو سكرينز فرونت وباك. تقدر تشوف الديسبلاي اللي انت صورته، تقدر تشوف انت بتصور ايه. فيها برده من الاوبشنز القويه اللي فيها الجيرو ستابلايزيشن، ده مع الحركه لو انت من دي اكشن كام في الاول وفي الاخر، فمع الحركه وكده بتلاقي الكاميرا ستيبل، الصوره ما بتتهزش معاك، بتبقى مع حتى مع الحركه الكاميرا ثابته. ده فيتشر من الفيتشرز القويه اللي فيها جيرو، بتديك لحد 24 فريم بير سكند which is cool، يعني 4K هاي ديفينيشن. مش محتاجه افسر. من الحاجات اللذيذه ان ليها ابلكيشن تقدر تكنترول الكاميرا بالموبايل على الاب ستور موجود وجوجل بلاي للاندرويد والايفون. يعني ده ايه؟ طيب تعالوا نقرا كده في حاجه بالانجلش. طب تعالوا نشوف كده السبيكس اللي فيها، اهم السبيكس اللي موجوده فيها. الايمج سنسور بيديك 16 ميجا بكسل. باي ذا واي السنسور اللي في الكاميرا دي جاي عاملينه مع باناسونيك، يعني بيشتروا من باناسونيك السنسور وبيحطوه فيها، وده من اهم الحاجات اللي المطلوبه في الكاميرا ان يكون السنسور كويس فيها اللي بيديك الميجا بيكسلز والشاربنس بتاعت الصوره و و و وايد انجل لينس، انجل واسعه، زاويه واسعه، زاويه تصوير واسعه او كادر واسع which is برضو تمام نايس. الصور بتبقى 16 ميجا بيكسل دي صور. الفيديو معك لحد 4K 24 فريم بير سكند زي ما قلنا. الايمج بتبقى جي بي جي، والفيديو بيبقى اللي هو الموفي MOV او MP4 which is cool برضو تمام. الستورج هي بتسبورت معك لحد 128 جيجا مايكرو اس دي كارد تمام، يعني اللي بتاخد اس دي كارد المايكرو الصغير اللي احنا شفناه في اول فيديو. معك اب تو 128. الكونكشنز بتاعتها من يو اس بي مايكرو اتش دي ام اي، قشطه، فيها واي فاي which is nice، فيها ريموت كنترول حاجه اوبشنال اللي هو انا جايبه
طيب الـ Operating System صباح الفل، يعني ويندوز بقى وماك. ايه اللي تحت ده؟ مالتي بيربز، ان هي ممكن تتركب على الدرونز، ينفع تبقى داش كام اللي هي بتتحط الكاميرات اللي بتبقى في العربيات من قدام. Panasonic is a registered trademark of Panasonic Corporation made in China. اي حاجة في الدنيا دلوقتي حتى لو اصلية made in China. صباح الفل يعني. Let's see what we got here. Wow. Woohoo. شكلها لذيذ. بالمناسبة هي مش كده، ده كوفر لل ضد المية عشان لو هتنزل بيه المية. طب يجوز نفتحه بقى؟ مش عارف يتفتح يعني مين فين ازاي ليه. هنروح عاملين كده في كده أول مرة. يلا بينا بقى. ده الكوفر بتاعها عشان يحميها من المية، ودي الحاجات اللي بتدخل بقى في العوامة الصفراء اللي شفناها، والهيد ماونتس والسيلفي ستيكس والحاجات دي. دي بقى صاحبتنا. طب قبل ما نتفرج عليها يجوز برضو نشوف في ايه تاني في الكرتون في البوكس بتاعها. نايس نايس نايس. 3M برضو دبل فيس، ودبل فيس على فكرة قوي. 3M معروفة براند قوية في موضوع الدبل فيس والحاجات المكتبية وكده. قشطة. طيب دي ايه كمان؟ اوكي ده ميني يو اس بي من طرف، ومن طرف تاني اليو اس بي العادي بتاعنا. شايفين كل حاجة كليرلي. واو ما عليك. طيب ده في دي بقى الحاجات اللي عشان تثبتها في الحاجات. ده ايه ده برضو؟ ده زي مثلا عندك عجلة او حاجة. اوكي بس. طيب دي سكرين، دي سكرين بتتركب من ورا للكاميرا، از انه لان هي فيها من ورا تاتش سكرين. دي على فكرة سكرين الاي دي تاتش وكده. دي انا ملاحظ ان هي من الحاجات اللذيذه جدا، ان هي بتتوصل على 100,000 شيب و 100,000 حاجه. يعني عندك عايز تشوف عايز توصلها في ايه، هو عامل لك ليها قاعده وعامل لك ليها حاجه تساعدك في الموضوع ده، which is nice. يعني عاش. بيشرح لك بقى كل زرار بتاع ايه وكده. ستيكرات، مجرد ستيكر حابب تلزقه في اي حتة الساعة 6. البرنسس بتاعت النهاردة شكلها لذيذ جدا، صغنطوطة صغيرة خالص. نايس. قد تكون في حجم الجو برو. ماشي. مصلي محتاجة تتشحن فيجوز بقى نشحنها. بس very nice الحمد لله. انا خلصت. thank you so much. this is the SJ cam او اس جي 6 كاميرا. فيها فيتشرز حلوه كتير. البيكتشر كواليتي متوقع ان شاء الله تكون لذيذه، سواء فيديو او بيكتشرز. بس هي للحاجات دي للفيديو اكتر من الفيديو اكتر من البيكتشرز. يعني الماتيريال بتاعتها يعني بلاستيك كده، بس تحسه بيدي على جلد شويه. نايس. دي الانبوتس، الميموري كارد من الميني يو اس بي، الميني اتش دي ام اي. دي البطاريه بتاعتها صغنطوطه خالص. اوكي اند وير ريدي تو جو. اوكي اشحنها بقى واجي لكم ونشوف الدنيا فيها ايه. ثانك يو سو ماتش. هي بتشحن دلوقتي ورا قدام. حلو حلو جدا بصراحة. very nice. احنا جوز نشيل البتاع الصغنطوطة دي عشان الجو ده فاكس. طبعا ممكن تجيب السيتنجز من هنا. الله نايس. low light mode gyro sensor.
التاتشات على فكرة لذيذ جدا يعني، انا ما بضطرش ان انا مثلا ادوس بغباء او حاجة، لا لا خالص عادي كده. بص يعني تاتش تاتش خفيف خالص يعني. تمام. ايه الاوبشنز اللي موجودة قدامنا هنا؟ فيديو، فيديو لابس، سلو ريكورد، ستيل ايمج يعني صورة ثابتة، فوتو لابس، نايس نايس قوي يعني، كار مود، اندر ووتر، اوكي الموضوع بيتغير طبعا. ده لو عايز تكابتشر صورة turn off، خلاص هي كده turned off. الحمد لله it's very good. Thank you so much guys for watching.